لكن سؤال غريب قوي. بيقول لي لماذا لم تعطي قداستكم حل للزواج باثنين لكي يكثر الناس؟ انا يا ابني لا املك شيء ضد الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيقول الواحد ياخد زوجة واحدة، بل اننا اصدرت لكم كتابا اسمه شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية. والكتاب ده كنت كتبته سنة 58 لكن نشر فيما بعد. فاكر مرة حدثت قضية، فواحد من اصحابي المستشارين او رؤساء المحاكم اهديته كتاب، قال لي بتاع ايه الكتاب ده؟ قلت له ان الواحد ما يتجوزش اكتر من واحدة. قال لي احنا قادرين على الواحدة ان نتجوز اكتر من واحدة.